بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا اليوم متواجدين بالمركب الفني والثقافي ديال تابريكس، نحيي واحد الليلة محمدية كبرى التي دأب المجلس مقاطعة تابريكس على تنظيمها كل سنة، تزامنا مع ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. وهذه فرصة الحمد لله، اليوم كانت في المستوى المطلوب والمنشود، والقاعة الحمد لله كانت عامرة على آخرها، حتى بعض المواطنين اللي بقوا غير واقفين في الوراء. هذه الحمد لله سهرة اللي اعتزوا بها وكانت ناجحة. نتمنى إن شاء الله في المستقبل يكونوا بعض السهرات بالتنظيم ديالهم في هذا المستوى اللي شفنا اليوم، ونحن جادون في العمل في تدبير المعقلان والحكمة الجيدة. هذا هو المسؤولية اللي على عاتقنا اليوم، كندبروها بمسؤولية. وهذه المناسبة الحمد لله كان أرفعوا كفنا تضرعا للعلي القدير أن يمد صاحب الجلالة، نسأل الله أن يمده في عمره وأن يصلح على يده الكريمتين شؤون العباد والبلاد، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، وأن يشد أزره بصاحب السمو الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية، إنه سميع المجيب والله الموفق. ولكم الشكر على التغطية وعلى الحضور كذلك. السلام عليكم، معكم فنانكم عصام سرحان. كيف ما كنشوفوا الحمد لله كانت اجواء جدا جميله وروحانيه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. فطبعا انا سعيد جدا اني كنت حاضر اليوم مع جمهور مدينه سلا، وكيف ما شفتوا كان واحد التجاوب رائع جدا بيني وبين الجمهور، وهذا الشيء كيشرفني. كنتمنى طبعا الرساله دائما كنوجهها دائما، وانني كنتمنى ان يكون عند حسن الظن ديالهم دائما، ويكون كيروق داك الشيء اللي كنغني دائما للمستمع ديالنا. وكنتمنى ان شاء الله دائما يكونوا متابعيني في نحط دائما الجديد ديالي. ان شاء الله غدا تكون شي اعمال اكيد دائما كاين الجديد، وان شاء الله كنخدم على واحد الالبوم موسيقي مهم بزاف، غادي نحطه ان شاء الله قريبا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.